يوم جديد وفعاليات مستمرة لقوافل السعادة التابعة لمؤسسة حياة كريمة خلال شهر رمضان المبارك. والنهاردة داخل قرية كفر الوكالة بمركز شربين في محافظة الدقهلية، نظمت مؤسسة حياة كريمة حفل إفطار جماعي لأهل القرية والأسر الأولى بالرعاية علشان يرسموا الفرحة على وشوش الأطفال. النهاردة يوم من أيام السعادة بتنظمها مؤسسة حياة كريمة بمشاركة المجلس القومي للأمومة والطفولة، معنا مركز مكافحة ومعالجة الإدمان ووزارة الثقافة. النهاردة طبعا الفكرة أو الهدف من قوافل السعادة نشر البهجة والسرور على وجوه المواطنين، وبتتضمن كمان أنشطة ترفيهية وأنشطة توعوية. احنا النهاردة بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة جوه قرية كفر الوكالة من القرى اللي احنا بنستهدفها، يعني بداية من التوعية والوقاية اللي احنا بنعملها لأهالينا، وبنبدأ التوعية هنا من الأطفال، من فئة الأطفال ان احنا بنستخدمهم أكتر من نشاط. فكرة الرسم على الوشوش أو فكرة ان هو يبتدي يعبر بالرسم ويعرف ازاي خطر الإدمان أو خطر التدخين السلبي من الأسرة لو في أي حد مدخن من الأسرة، وازاي انه ممكن يعبر عن الوعي بتاعه بكلمة أو جملة في آخر الرسم. القافلة تضمنت أنشطة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار، ده بجانب حفل الإفطار الجماعي. دي القافلة رقم 13 اللي بنشارك فيها في شهر رمضان، وبنعمل أنشطة مع الأطفال على مكافحة التنمر وأنواع التنمر، وطبعا آليات الحماية اللي من أهمها خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة اللي المجلس بيشرف عليها ومنتشرة في جميع المحافظات. حياة كريمة أكرمتنا كفلاح قبل كل شيء. حياة كريمة أكرمت كل البشر في الريف بالذات، الريف اللي كان منسي، الريف اللي كان منسي ما كانش حد عارف طريقه، اتعرف طريقه النهارده، وبقى ما عادش بروح المدينة. حياة كريمة عملت له إيه؟ عملت له مجمع خدمي، ما عادش بروح المدينة، في شهادة وفاة، في شهادة جواز، فيه وفي كل حاجة بقت موجودة دلوقتي، بيعتبر في قلب البيت. وقت ما نزلت حياة كريمة حسينا إن إحنا في ضوء في وضع تاني ونظام تاني. فلقينا اللي دخلنا الصرف وبن الغاز والنت وجميع والكهرباء وجميع كل الحاجات في حياة كريمة بالأنها بتتجدد واحدة ورا واحدة، حاجة ورا حاجة، حاجة ورا حاجة. قافلة السعادة النهاردة تم تنظيمها بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجلس القومي للأمومة والطفولة تحت رعاية مؤسسة حياة كريمة.